هذا يا طويل العمر والسلامة. يقول الشيخ عبد الله المطلق: مرة جاني واحد بعد العشاء وقال: شبت بيني وبين حرمتي مشكلة كبيرة ومصممة إلا تبغى الطلاق وأوديها عند أهلها. فالشيخ عبد الله المطلق قال له: طيب وديها عند أهلها بدون ما أطلقها. قالت له: لا، مصممة على الاثنين، أطلقها وأوديها عند أهلها. فقعد يفكر الشيخ، قال له: طيب شفت لك حل. قال له: إيش الحل؟ قال له: روح الآن كذا وسوي نفسك منفعل وزعلان، قول له أنت تبغي تخربي بيتك، تبغي تهدمين البيت وتبغي الطلاق، وقول له أنت طارق. حط بدل اللام راء. قال له: شوف كذا. قال له: ايوه، روح وسوي كذا بس. وراح البيت وسوي نفسه منفعل وزعلان، وأنت تبغي تهدمي البيت وتبغي تفرقينه وتبغي الطلاق، أنت طارق. ويلا وديك عند أهلك. واخذها وداها بيت اهلها، ولما قربوا يوصلوا البيت قالت له: متى تتعوذ من الشيطان؟ قال له: انت اللي متى تتعوذ من الشيطان؟ قالت له: اقول لك ما باهلي يدرون، خلينا نرجع البيت. قال له: طيب نرجع البيت ما في مشكله. ورجعوا البيت وثاني يوم الامور انحلت والمشاكل اتصلحت. قال له: شوفي، ترى انا قلت لك انت طارق بالراء، ما قلت لك انت طالق باللام. قالت: لا، انا سمعت انت طالق باللام. قال: لا انا قلت لك انت طالق بالراء، واللي قال لي كذا الشيخ عبد الله المطلق. ودقوا على الشيخ عبد الله المطلق، قال له: ترى انا خويك البارح والان رجعنا البيت والحمد لله بشرك الامور صلحت، بس الحرمه ما هي مقتنعه اني انا يعني اني ما طلقتها، تقول اللي طلقتني. فالشيخ قال: لا ما طلقك، وانا اللي علمت بالسالفه هذه. ويقول لك: انت طارق بالراء، لكن ثاني مره احذرك لا تعودين لهذه المشاكل، ولا سبب لزوجك مشاكل، وخليك زوجه مطيعه تحترمي زوجك. قالت له: اعاهدك توبه ولا عاد اعودها. ولا عاد اطلب الطلاق ثاني مره. فسبحان الله، فعلا أحيانا المشاكل الزوجية تحتاج إلى شيء من التأني والروية وعدم العجلة والرجوع إلى الناس العقلاء الحكماء ليحلوا هذه المشاكل. أسأل الله تعالى أن يصلح بيوتنا وبيوتكم وبيوت المسلمين. حبينا نوسع صدوركم بهذه القصة الطريفة الجميلة. في أمان الله.